كانه كانه موزه للشغال. انت كده السنافور الشغال؟ اه ده شغال بحاله جيده. ده بحاله جيده. اه قربوا عليك بقى، اعمل له زوم. اعمل له زوم وخده. اعمل له زوم عشان الاضواء بتاعته تبان. باين اخضر، شايف الاضاءه باينه خضراء؟ اه بالظبط. ادي له اوكي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بستصبح الجهاز. يعني السنافور ده عشان خاطر مهم مدينا قفزه. يعني السنافور ده لما ده احمر معناه بيقول لك ان في خطر، فانت وقفت ضربت استسماح من تحت. ايوه. وانت كده طلبت الاداني الجهاز هنا اداني 15 كيلو، سرعتي لا تتجاوز 15 كيلو متر في الساعه. تمام. يعني السنافور الاحمر اللي هناك ده كده حمل الركاب. حمل الركاب والقطار. والافراد خارج القطار. حلو. اللي هم هيعبروا المنفذ. لو ده مش شغال احنا في مشكله. لو ده مش شغال احنا في مشكله. اهو سنافور نور احمر بعت اشاره للاي تي سي ان في خطر او في حاجه على السكه. الاي تي سي حجم القطر عند سرعه 15 كيلو او انذر السواق انه لازم يقف، وكل ده متسجل. لا السكه مشيت، لو السكه مشيت الجهاز بيعلي السرعه والسواق يقدر يغير السرعه بعد كده. اللي سايق الحقيقي هو الاي تي سي مش السواق، بالرغم ان دي نظم بالية جدا في السواقة وتحريج القطارات. العالم كله بقى حاجة تانية خالص، كل ده بقى اوتوماتيك، لكن حتى النظام القديم البالي ده مش موجود، لان السنافورات اما عطلانة او مسروقة. زي القطر ركبته بعد كده، ركبت مع سواق تاني كان بيشرح لي ان مفيش اي حاجة قدامه توضح له مثلا هل المزلقان مفتوح ولا لأ، فهو مضطر يتعامل بقى بعينه بحادثه، يبص من بره الكابينه، يطلع راسه من الشباك، يكلم المحولجي على الموبايل، يبعت له واتساب، يصرخ، يشاور، اي حاجه بقى، المهم يتصرف. اتفرجوا. بتعمل معاه ايه؟ لا باخد عليه اوامر.
السنافور الأول كان عطلان في مزلقان، السواق والمساعد بتوعه خايفين مش عارفين السكة فاضية يمشوا ولا عليها أرواح ناس فيقفوا. اتصرفوا، لولا أنهم بيتصرفوا كان حصل لهم نفس الحادثة اللي عملها قطر 8 بالظبط، شال الناس وهي بتعدي من المزلقان أهو. المزلقان دوت كان فيه قطر رقم 8 سوت منا خبط عرقلة بسبب عطل السنافورات، طبعا سوت منا مات فيها بالحادثة ديت، وسواق تاني مصاب يعني جات له زي علقة مستقيمة في الليل طلع بره الحيط خلاص مش هينفع عشان سواق تاني، مجرد طبعا بوظ المزلقان قعد فترة كتيرة ملغي بسبب الحادثة ديت. هل دلوقتي حد يقدر يقول مين مسؤول عن حادثة قطر 8 اللي راح ضحيتها سواق القطر نفسه؟ ده غير الناس اللي القطر شالهم ويتم عيالهم من بعدهم. الإجابة كانت هي نفس الإجابة في 10,000 حادثة حصلوا في 10 سنين فاتت. كل اللي بيحصل رئيس هيئة جديد بعد كل حادثة، بس مش أي حادثة، الحادثة اللي الإعلام بسبب عدد الوفيات الكتير يركز عليها. المسؤول يروح بيته أو شغلته القديمة وإحنا نستنى الحادثة اللي بعدها. ليه؟ لأن في صنافورات لحد دلوقتي حالاً مش شغالة على خط اسكندرية جيزة، ولأن إحنا لينا دور هناخدكم في رحلة على نفس الخط، أهم خط في مصر، نوريكم قد إيه في صنافورات مش شغالة على خط اسكندرية الجيزة. اتفضلوا معانا بعد الفاصل.